جمعة روعة جالسة شاطئ البحر كتلعب بريمليه الذهبية تخليهم يمروا من أصابعها النحيفة على وجهها ضحكة مريحة. كتنفس بعمق وتخلي الهواء البحر النقي يتغلغل بأعماقها. زيرات على التريكولي لابسة في محاولة منها للشعور بالدفء. الجو بارد ولكن شنو تدير، ما قدراتش تمنع نفسها من زيارة هذا الشاطئ. شافت في الساعة وتنهدات، لحد الآن باقي ما صوناش ليها. واش يكون كيضحك عليها؟ شافت في أمواج البحر واللي بدأت في الصعود عندها دورات راسها كتشوف في المكان كان شبه فارغ. أكيد ماشي كل شي بحالها كيستحمل هاد البرد. حست بالخوف، يلا بغات تمشي حتى كتسمع التليفون كيصوني. ألو فينك؟ من الصباح وانا منشورة، اجي تسحب لك راسك. قال ليها ما زوينة معصبة، كالما اني جاي ولكن ما غندخلش قهوة، غنجي عندي الكراج تحت العمارة. قالت لي روعة وفين كاينة هاد العمارة باش نعرفك؟ قال ليها ملاصقة مع القهوة، ما تعطليش عندك 5 دقايق. قالت لي روعة لا وكتشرط من الفوق. قال ليها ما تبقيش تعصبي غينوضولي لك تجاعيد. قالت لي امرك لله. روعة مشات دخلت داك الكراج، كان كبير وعامر بشي برامل وريحة خايبة والظلام. واش كاين شي حد هنا؟ بقات كتقلب بعينيها عليه حتى تحطات يد على كتفها. الشيء اللي خلعها كانت غطيح من شدة من خسرها وجرح لعندو، وحتى تخالطو أنفاسهم كان منظر كيهبل. سهات في عينيه وحتى هو كيفكر فين شافهم. روعة فاقت من سهوتها. اسمح لي جبتي الصاك؟ قالت لي روعة آه جبتو، ولكن أشنو فيه وشنو علاقته بحياتي وشنو شكون أنت؟ واش بغيتي؟ وعلاش جبتيني هنايا؟ وعلاش ما مشيناش القهوة؟ تهدني تهدني. قوت الأسئلة، هاد الصاك راه فيه مخدرات. روعة قالت لي آه ما كنضحكش معاك هدر. قال ليها ما كنضحكش عليه متأكدي. قالت لي روعة أشنو؟ واش أنت حمق ولا شنو؟ عطيه ليا أنا، كنت مضطرة نخلي عندك ونهرب حيت كانوا تابعين. سمحي ليا وصافي، دخلتك في هاد المشاكل. المهم أنا الساك بغيت نمشي. قالت لي روعة آه هاك، ولكن هاد المرة أعطيه شي راجل ماشي شي بنت، فهمتي؟ صافي واخا إن شاء الله المرة الجاية. روعة قالت لي آه لن تمزل هاد عاود مرة أخرى. قال لها ضروري، يلا ليلة سعيدة، خاصك تدخل لداركم الزوينة، باي. روعة بدات كضحك، قالت لي الله يعطيك العقل. خرجت واتجهت عند ماماها، لقاتها واقفة في الباب ومعصبة وكتسناها. قالت لي حياة لا كون زدتي تعطلتي مازال، حسن جيتي بكري. قالت لي روعة سمحي لي ما رديش البال. قالت لي حياة يلا دخلي خلاص تحركي. قالت لي روعة لا انا ما غندخلش سمحي لي، ولكن هاد الخدمة ما نقدرش عليها. الله يخليك رحميني. قالت لي حياة يلا سيري يلا سيري. روعة قالت لي ولكن متقاليش امين. قالت لي حياة ها من نيتك من كرشي غدخلي دابا ولا كي عارف اشنو كاين. دخلت روعة ومشات البيت لبساتها ماماها شي حاجة تقريبا بحال ما لابسة والو، وهاد المرة ما دارت ليها حتى شي كوب. شعرها خلاته ليها على راحته مطلوع، دارت ليها واحد الخيط ريح او خلخال في رجليها ومشات الخشابة ترفع صيتها. وكيبان ليهم واحد الضوء خفيف على الحوتة ديال روعة ها متكية في الأرض على جنب وعاطياهم بالظهر وشعرها مسرح في الأرض. بدا واحد اللحن حزين وبدات روعة كتحرك بالصبع رجليها الصغير اللي فيها الخلخال في رجل الأخرى ويدها تحت راسها. واو كي كتبان غير حوتة في الساحل. بقات عاطية الناس بالظهر كتحرك بشوية والضوء شاع عليها مي الظلام داير بيها. بدات كترعد في تلمتها حيت راها كترقص زعما شوية دارت وبدات كترقص بواحد الطريقة. واو يا سلام غير حوتة فوق خشبة أكل شي ساهي فيها. حتى دخل آمين بعجاجته كيغوت غير شافته تصدمات. كان جاي عندها وعيني حمرين ومعصب، وصل عندها وهز يدو ضربها حتى صباعه وتصوره في وجهها. قالت لي حياة انت شنو كدير واش تسطيتي؟ قال لي آمين غير تغبري تقودي راني مازال كنحتارمك، ولكن تزيدي كلمة فرشخ أمك هنايا. شاف روعة وقال له وانتي زيدي قدامي يلا تحركي. جرها من يدها وركبها في اللوطو واتجه للدار بأكبر سرعة. شيء اللي خوفها وأصلا هي عندها فوبيا من السرعة. روعة قالت لي آمين حبس عافاك حبس آمين حبس.
قال لها امين سكتي ما نسمعش حسك. قالت لي روعة امين راك تخوفني حبس عافاك. قال لها امين شاف فيها كيفاش كانت خايفة وتذكر باللي عندها فوبيا وعاد ما زاد في السرعة. كانوا بها الطريقة كيعاقبها. وصلوا للدار جرها من شعرها وطلعها البيت وسد عليها. قالت لي ليلى اش واقع ولاش ضربتيها حل على البنت واش سطيتي اش دارت ليك. قال لها امين السيدة بلا حشمة بلا حياة ولات بنت الليل. قالت لي ليلى كيفاش لا روعة ما تديرهاش واش كتهضر على روعة بنتي اللي انا ربيت تهضر على ديك اختك راه مستحيل ديرها لا ما يمكن تولي بحال ماماها لا انا اللي ما عرفش نربيها. قال لها امين تهدني ليلى اطلع لك الضغط. قالت لي واش عرفتي انت هادشي. قال لها الصباح ملي وصلتك رجعت ولقيتها مازال حدا البحر شويه مشات تلاقات بشي واحد في واحد وصافي انا حبس هادشي اللي وقع. قالت لي ليلى خليني نهضر معها ماشي بحال هكا كي تحلوا المشاكل انا السوارث. امين قال لها انا غنمشي معاك عندها ونفهموا كل شيء. مشاو حلوا الباب كانت جالسه في القنت وكلها كترعد وكترجف بالخوف. شافتها ليلى مشات عنقتها حتى روعة بادلتها العينها. قالت لها ليلى بنتي صافي انا معاك ما تخافيش صافي. قالت لها روعة انا ما درت والو ما درت والو. قال لها امين صافي سمح لي ولكن انت من اليوم ما عمرك غتمشي لديك البلاصه فهمتي. قالت لي روعة انت ماشي سوقك اصلا شكون انت وما كنت با. قال لها ما انت خويا ما انت عمي باش تحكم عليا. قالت لي ليلى بنتي اش هاد الهضره. قال لها امين خليها تكون وتخرج لي في قلبها اصلا بينات على وجهها الحقيقي عاهره اش غتولد من غير عاهره فحالها او انا عاهره وعجبتني حالحرفه ولكن انت باش من صفه تدخل راسك. قالت لي ليلى بنتي اش هاد الهضره انا عند الشيطان. قال لها امين الشيطان هو بنادم ليلى شاف في روعه وانتي خرج عليا من داري قريب تجي اختي وما نبغيهاش تبرك مع اشكال بحالك فهمتي خرجي برا يلا خرجي. روعة قالت لي انت مريض انا فين غنخرج في هاد الليل. قال لها امين اصلا راكي قحبة اش باغا راه بحالك خرجوا في الليل. قالت لي روعة صافي باركة احترم راسك انا انقى منك الحمار فهمتي انا غادة بحالي وهيك تجي عندي مرة اخرى. قال لها امين ولاش غنجي عندك نسيت بغيت نجي نخوي في كباتي. قالت لي ليلى امين اولي اولي راختك هذه وانتي بنتي سيري تنعسي حتى الصباح ونهضرو. قالت لي روعة لا انا غنمشي يا ليلى بسلام عليك. قالت لها ليلى اولي يا بنتي فين هذا غتمشي هذا الليل. قالت لها روعة ما تخافيش عليا انا قاده براسي تصبحي على خير. خرجت روعة واتجهت للدار والطريق كلها وهي خايفة وكترعد وخصوصا من اللي كدوز محدها شي شمكان كان فيها البرد ما كانت لابسه والو من غير كسوة الرقص يعني كل شي غيطمع فيها والدياب الليل موجودين ونفس الوقت كتفكر في امير الظلام. هذا هو الاسم اللي عطاتو حتى لدابا ما عرفش سميتو ولكن عينيها جذبوها ليه وصوتو ذوبها وتمنات لو يجي مرة اخرى ويعطيها الساك وتبقى تعود نفس الذكريات واخا كانت صغيرة ومشي مهمة الا وكتخليها تبقى تعود في ذهنها كتفكر فيه بزاف زعما يكون الحب من اول نظرة. السيدة طاحت وصلت الباب لقاته محلول والضو شاعل يسحب ليها شي شفار كتنردى تدخل ولكن تشجعات هزات واحد الباز ودخلات سمعات شي حد كيقرقب في الكوزينة مشات كتسلت ويالله كانت غاد نزل عليه الراس حتى غوتت حياة وعاد لاحد داك الفاز وعرفات راسها قوداتها اليوم حياة يوم تكويها. قالت لي حياة اولي اش كديري بغا تقتليني وفي داري هذا هو خير يا بنت الحرام ولا حرشوك عليا هذوك اللي كنتي عندهم. قالت لي روعة انا ما يسحبش ليا غير شي شفاه سمح ليا حيت عمرك جيتي للدار في هذه الوقيته سمح ليا ماما الله يخليك. قالت لي حياة منتي بنتي ما انا ماما خرجي تخوجي عليا ملي مشيتي مع هذاك بو الوا ما قلتيش ماما نجري عليه هو من الفوق مخليها كيسب فيا ومشوهني قدام لي سوا لي ما سواش. قالت لي روعة سمحي ليا ما يسحبليش غيجي والله. قالت لي حياتي يلا تهزي وخرجي برا. قالت لي روعة وشافت فيها باسست ليها راسها عرفات مهم اللي كتقول شي حاجة ما كتعودهاش.
قالت لها واخا انا غنخرج، ولكن خليني غير لبس غير شي حاجه كي البرد عافاك. قالت لها حياه عندك 5 دقائق، غير جمع حوايجك كاملين وسيري قلبي على راسك، انا ما عنديش خيريه هنايا فهمتي. طلعات روعه، جمعات حوايجها اللي خاصها في شنطه صغيره وهي كتبكي، لبسات كسوه طويله بالكحل ودارت فوق منها مونطو مع سبرديله في البيض وزيف في نفس اللون، وصاك في الكحل فيه شي كتوبة وخا قلال ولكن مهمين. وخرجات ما لقات حتى واحد. صلات بين حياة مشات تنعس، خدات صورت حطاتهم فوق الطابلة وخرجات هي وحيرها ما عارفاش فين غتمشي. وعد من الناس اللي كتبغي كلهم تخلوا عليها ولا حوال الزنقة في انصاصات الليل، بقات دور من زنقة لزنقة وخايفة يتعرض لها شي واحد، ولا تنعس في الزنقة ولا الجردة اللي كتمشي ليها كتسمع فيها الصوت سكيرية، بقات تفكر فين غتبات وفين غتسكن هاد الايام. لحظة تفكرت المستودع اللي مشات ليه هي وامير الظلام ديالها، ومشات لحسن حظها مكان ما كان فيه حتى شي واحد، دخلات وقادات ليها فين غتنعس، ولكن ما كيناش ناموسية، عدات بالكارطون اللي لقاتو مرمي تما. قاد جالسة كتفكر فاش غيوقع ليها في هاد الايام اللي ما جيا، حتى غفات صباح جديد فقط روعة على ضوء شمهيشة، كانوا عينيها منفوخين بالبكا ووجه أحمر ومزنق، ما هي بيضة كانت كتبان بحال شي زومبي يسحب ليهم، بحال شي أميرة هاربة من ديزني رسيدة صبحت مخلوعة. قادت فولارها وتفكرت باللي عندها محاضرة ضروري غتمشي ليها، خسنات ديك الشنطة مورا البرامل اللي كانوا تما، وهزات ساكها ومشات لافاك. دخلات ولقات مريم وامين مجمعين وكيضحكوا، مشات عندهم قالت السلام وحتى واحد ما ردها عليها، تخزروا فيها ومشاو وهما مازال كيضحكوا. يمكن هي عندها مشكل مع امين ولا مريم، علاش تصرفات هكا هي صاحبتها زعما، وكانوا اكثر من خواتات صراحه في هذا الوقت ما كاين صحابات. انا شخصيا تغضبت في شحال من حاجه، وحده عاشتها 17 عام كلهم بنات القحاب، مهمتها شد ليهم وتوجهات لمكان المحاضرة، ولكن لفت انتباههم كل شي كيشوف فيها بطريقة غريبة كيوشوشو نعلات الشيطان، وقالت يمكن فاهماهم غلط. دازت ما حدا شي بنات وبدو كيلوحوا الهضرة كل واحد واش كيقول، الإخوان والأحوان ولا حجاب عفتي ولا أخلاق سرج سعادتي، كتكرشخو بالضحك. دخلت المحاضرة عند الأستاذ ليت وبدأ كيفتي وكيشرح، تنطق باللي الطبيب من اللي كيكون خدام خاصو ينسى همومو كلها في دارو ومتأثرش ليه على خدمته، كيف ما أي إنسان ما خاصوش يتأثر بالوسط اللي عايش فيه. مريم قالت لي ولكن أستاذ إنسان معروف عليه يدير أي حاجة لقاها في الوسط اللي عايش فيه، مثلا الولد صغير كيبغي ديما يكون بحال الأب ديالو ويدير نفس الطريقة اللي مشى فيها، إلا كان أب ديالو بوليسي حتى هو كيبغي يكون بحالو، ولكن إلا كان طبيب كيبغي يولي طبيب. هذا هو الإنسان، نقز واحد الولد ونطق، واللي كانت أمها عاهرة حتى بنتها تخرج بحالها. يا كمريم مريم ضد الضحاك، هادي ما متأكداش منها، سول روعة. وبدات القاعة كلها كتسمع فيها واحد الضحكة إلا روعة اللي تقرصات وعرفاتهم علاش كانوا كيشوفوا فيها وكيقولوا ديك الهضرة، ودابا هي تفضحات قدام كل شيء ولا اللي ولا اللي كيسوا اللي ما يسواش، ينعت فيها. ولكن شكون اللي قالها ليهم؟ يكون زعما آمين؟ لا لا ما يمكنش يديرها هكا، تكون مريم، ولكن هي ما كانتش في راسها. قطع صوتها صوت الأستاذ اللي كان كيغوت، ليته هو مخنزر، أهنيونا أنا عندي حمام هنا، يا سكتونا يا خرجوا برا، وداك تبرهيش خليه برا فهمتو. كل شي حضر راسو بتأسف الخوف وما يدير. قال لي أستاذ ليت احنا ما كنتأثروش بالوسط ديالنا، وهادشي اللي قلتي تقليد داكشي اللي احنا كنشوفو، أكيد إلا كان شي واحد قاري ومثقف وباباه كان خدار مغيبغيش يكون بحالو، ولا اعتمدنا على الفكرة ديال مريم غيكون طبيب ولدو طبيب،
وحتى حفيدو وغتولي عائلة كلها أطباء، ولا كان خدار غتكون حتى هو عائلته هكا. ولكن احنا كنشوفو كاين اللي طبيب وولدو ما كيدير والو غير كيدور، وكتلقى خدار وولدو مهندس ولا طبيب، يعني كاين الاختلاف. روعة مشدات والو، أصلا ما كانش معاهم، كانت كتفكر غير تخرج من تما وعمرها ترجع. كملات حصتها مع ليث اللي كان كيشوف فيها شوفات ديال الإعجاب وكيلوح ليها الهضرة. خرجات وبقات كتمشي وقلبها كتقطع وكتبكي الدم من الداخل، ولكن حلفات ووعدات راسها باللي ما غتبكيش حتى وما تنزل حتى دمعة على قبلهم. وهم تخلوا عليها وهي ما غتسامحش ليهم، خصوصا امين، هو كان بالنسبه ليها حياتها كامله، كان هو عائلتها، علاش خلاها وجرى عليها؟ هي اشنو ذنبها؟ شنو هي ماشي لخاطرها؟ قبلات بيديك الخدمه، وحتى هي ما راضياش راسها لديك المعيشه. الام حال حياه مشات بركات في واحد الجرده وسهات واحد البنت صغيرة كتلعب وكتنقز والفرحة، وماماها متكية على كتف باباها ومتبعاهم بعينيها خايفة عليها. بقات كتشوف كيفاش كتعنق فيها وكيفاش من اللي كطيح كينوضوا بجوج كيجري ويهزوها وكيضحكوا معاها. نزلت دمعة حارة من عينيها، تفكرات من اللي كانت صغيرة وكيفاش تعذبات وتحرمات من والديها بجوج، وخا ماماها مازال حية ولكن بالنسبة ليها راها ميتة، عمرها حنات عليها ولا عاملاتها مزيان. قطع ساهوتها تليفونها كيصوني، حلات الساك ولقات جوج تليفونات، وتفكرات باللي التليفون ديال الامير الظلام هو اللي كيصوني. قال ليها الحب توحشتك، عرفتي ملي تفارقنا حبي وانا كنفكر فيك العمر ديالي. روعة قالت ليه راك غلط، انا هي ديك البنت اللي عطيتيها الساك وماشي حبيبتك. قال لها اه عرفتك انتي. قالت لي روعة وعلاش كتقول لي هكا؟ قال لها حيت عينيك دوبوني. قالها بواحد الطريقة بوشاتها. قالت لي روعة ولما تشعر نطقت حتى عاد حسات براسها. اش قالت؟ لا لا بغيت نقول زعما هو راه. وسكتها. قال لها حالتك صعيبة الساطة. قالت لي روعة حسات بالإحراج وضحكات بلهواها. قال ليها بغيت نشوفك، بغيت تليفوني. قالت لي اه واخا انا في الجردة، جي عندي دابا. اوكي